السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف. قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم جديدنا إن شاء الله. اليوم في هذا الدرس سأريكم كيفية معرفة من يتجسس عليكم في الفيسبوك، أي سأريكم كيفية معرفة من يقوم بتسجيل الدخول للحساب الخاص بكم ويتجسس على الرسائل والحساب الخاص بكم. إذا أول خطوة ستقوم بها والتوجه إلى الحساب الخاص بك في الفيسبوك، ثم بعد ذلك ستقوم بالنزول إلى الأسفل وتضغط على الإعدادات، ثم بعد ذلك ستضغط على كلمة السر والأمان. بمجرد دخولك إلى صف إلى أو دخولك إلى كلمة السر والأمان ستظهر لك مجموعة من الأجهزة أو جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على فيسبوك بما في ذلك النشطة حاليا، كما ستتمكن أيضا من معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول ونوع الجهاز الذي تم استخدامه والموقع. كما تلاحظون في الأول يعني هذا هو الناشط الآن وهو حسابي، يعني الهاتف الجهاز الخاص بي. عند الضغط على عرض الكل ستظهر لك كل الأجهزة أو جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على الفيسبوك. كما تلاحظون هنا مجموعة من الأجهزة التي تم تسجيل الدخول بها، كما تلاحظون يعني إذا يعني اكتشفت أو إذا قمت على سبيل المثال بالضغط فوق النقاط الرئيسية الثلاث في الجانب الأيمن فستتمكن من الحساب أو تسجيل الخروج. على سبيل المثال إذا أردت تسجيل الخروج تقوم بتسجيل الخروج هكذا، يعني إذا اكتشفت أن ليس أنت من قام بتسجيل الدخول إلى الحساب فيسبوك فمباشرة إما ستقوم بتأمين الحساب، ستضغط على تأمين الحساب وستواصل العملية حتى تقوم بتأمين الحساب الخاص بك. كما تلاحظون اضغط على ألست أنت أو تسجيل الخروج. إذا بهذه الطريقة كما تلاحظون ستعرف من يقوم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بكم. ففيسبوك يعطيك عند الدخول إلى تسجيل أو الأمان، يعني تسجيل الدخول مباشرة يعطيك مجموعة من الأجهزة كما تلاحظون التي تم الدخول بها. كما تلاحظون هنا أندرويد قصر الكبير، هذا في المدينة القصر الكبير، يعني تسجيل الخروج. يعني إذا كنت لست أنت من قام بتسجيل الدخول في القصر الكبير فهذا تارودانت أيضا ليس أنا، فمباشرة تقوم بتسجيل الخروج أو تأمين الحساب، يعني تغير كلمة السر وتقوم بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة. إذا أردت أن تقوم بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة تأتي إلى الأسفل وتضغط على تسجيل الخروج من جميع الأجهزة هكذا، مباشرة سيتم الخروج من جميع الأجهزة. فقط ناشط الآن وهو حسابي كما تلاحظون سامسونج جالاكسي جي 4 بلس طانجي. إذا هذا هو الهاتف الخاص بي الآن، يعني قمت بتأمين الحساب الخاص بي على الفيسبوك. إذا أتمنى أن أكون قد أزلت اللبس عن هذه المشكلة. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.